الزمالك على الجانب الآخر هو مش مسافر، هي المباراتين المفروض هيتلعبوا هنا. الزمالك أيضا بيخضع لمسحة كورونا استعدادا لمواجهة جازيلي. الماتشين هيتلعبوا هنا لأن نادي جازيلي أو فريق جازيلي ده عنده مشاكل مالية، فمش هيقدر يبقى في مباراة هنا ومباراة هناك. كان هيجي والمفروض هيلعب المباراتين هنا، ونادي الزمالك قال إن هو هيتحمل التكاليف المالية كلها. المفروض ان كان الفريق يوصل امبارح، الفريق ما جاش امبارح. بيقولوا ان هو البعثه توجهت للمطار ولكن ما سافرش. ليه بقى؟ لان ما خدوش موافقه من وزير الرياضه. في مشاكل هناك ما بين وزير الرياضه وما بين اتحاد الكره لتشادي، ما عرفوش ياخدوا الابروف الموافقه ان هم يسافروا وما قدروش ان هم يوصلوا. المفروض ان اقصى ميعاد يوصل فيه الفريق النهارده، لأن لازم الفريق يعمل مسحة قبل المباراة ب 48 ساعة. المفروض إن احنا على أساس إن احنا منتظرين وصول الفريق النهاردة لمواجهة أيضا نادي الزمالك يوم الأربع بإذن الله في ذهاب دور الـ 32. ولكن لو الفريق ما وصلش النهاردة وما عملش المسحة وما خدش الإجراءات اللي المفروض تبقى قبل المباراة، كده يعتبر الفريق ما جاش ويعتبر منسحب، وعلى اساسه ان هي تبقى اول مباراه كده تحسب لنادي الزمالك. مش عايزين نسبق الاحداث، وادينا منتظرين لسه طبعا ما عرفناش موقف الفريق جازيلي هيعمل ايه، ولكن منتظرين هنشوف الفريق هيصل فعلا للقاهره ولا الامور هتبقى متعرقله اكتر من كده ومش هيقدر ان هو يصل ولا يلعب المباراه امام نادي الزمالك اللي المفروض محدد ليها يوم الاربعاء الساعه 4 ايضا بإذن الله في دوري أبطال أفريقيا.